بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة شنالك يوتيوب كأسلح أبا سافي وحن إذن سو قدبنا يا قصة آدي أدو عجيب بدن قصة دا سو قصة دي علي بن أبي طالب. انت أنا نقولي قلن فضلا سبسكرايب سار شنالك سي أيكو كسو غاران موخالة دا أنسو قلية كمبانية كتاوة سيات أكو نخط قفكو غوري أو دوادة شرد سي أدو لو بداكتو أصحاب تاد ولا لهي قمانت وحن إذن سو قدبنا يا قصة دي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وحو أها خف أو جيسة. علي بن أبي طالب وحو قرصدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل إيسا أو أي أهيت فاطمة بنت رسول الله. علي بن أبي طالب إيو نبي وحي أهيين إلمو أبير. علي بن أبي طالب وحو كل شيء مقالة مكة سدح إتبانكي رجب سدح إلابات سنة كهر هجرية دا أو كبيغان تدوى إتبانكي مارسو شنبخول إساقاشن إساقال ميلادية. علي بن أبي طالب وحانا كمتها أفرتي خليف وهوريي إسلامك. علي بن أبي طالب وحانا كمتها تبانكي لغو بشاري جنة أيغو نولايين. علي أبيه سوا أضي كمتها سادة خريشيد يو أبي رضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو أبو طالب أها كيسو بربارييي أو كفالة خاذي رسولك صلى الله عليه وسلم كدب لمشادي عبد المطالب وحو أها أبو طالب كان أقول نحرسك بدنا أبي رضي النبي صلى الله عليه وسلم إن كستو أو كل إنتي دينتي جاهلية دا هدنا وحو يخين سنا أبو طالب إني دين حق أيتهي دين تقول يميد ويلكي أدركو أها محمد صلى الله عليه وسلم. علي وحو كو إسلامي مكة هورانتي نبي نمادا وحونا أها خفكي كوات أما لباد إسلامك وانا خفكي اغو هوريي إكا إسلاما حق عرورتا وايو وحو مركاس جيري سيديد أما تابان سندود. إمام مجاهد وحو يري خفكي اغو هوريي حق سحابادا إدوكادا وحو أها علي بن أبي طالب وحو يري حسن بن زيد علي بن أبي طالب ولي جيسي سنميادا مؤوسان تابان أمنا دوان. مركي رسولك صلى الله عليه وسلم لسو ديري بو علي أساقو ير أجمد نبيك صلى الله عليه وسلم مركاسو نبيك بو كيري عليو إلهي حقي سان كوكو يري دين تسوغل وونو أشرحي سا كدب علي وحو يري أبا طالب بانسو ويدنا وايو كما عريسن كرو كدب مركاسو نبيك صلى الله عليه وسلم يري مايا هدادان خادنينين عدنا هو أشيغين أو أفكاغ إسكا خبسو كدب علي واسكا اهمسي او هبينكي بو اسكا سيخداي اسغو ارينكي كفكرايو كدي با خلوبتيسا الهي او واسعيي اسلام نيمادا وونا كسو كلهي حقي نبي صلى الله عليه وسلم وحو كو يري ابر دينتاده هلكاس بونا كو اسلامي علي وحا سغناتي علي حقيسا انو يري وحان اها قفكي اوغو هورييي اي توكادو حقا صحابادا. علي بن ابي طالب انتي مغالده مكه او جوغي وحو كنولا غوريغي رسولك صلى الله عليه وسلم واي رسولك صلى الله عليه وسلم ايا بسو كوريي او تاسي كفاله خادي سببتنا وحا اهيد ابي طالب وحو اها اوداي دا او مسنا انن هانتي بوران لهين سيدو كلا وحو لها عرور بدن سا وحا دعدي ابار درن او ددكي ديف يو معلول درن خبتي مركاس بو نبي صلى الله عليه وسلم اتغي اديركيس العباس او كدلبي ان اي اسراعان او اتغان ابي طالب او كعاويان كورينتا عرورتا وحي اتغين ابي طالب مركينا اي ارنتي وشيغين با وحو ابو طالب يري عخيل موياني انت كالي قف كادربتان اي كحيستا مركاس بو رسولك صلى الله عليه وسلم علي كحيستي العباس نوحو كحيستي جعفر او اي سيدا كو كفالو خابين محايا لجعفر يو علي وحي اهايان لبا ولالو وح بادني كمسو وريغن مركي او جعفر خان جاري او قوسدي قونو ادقاي عليني اساقان وحو اها متكير جعفر تبان سنالو علي وحو كسينا قادي قريقي رسولك صلى الله عليه وسلم او اخاتي بربارين يو أبابين وناكسن صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم مركي او اي كتايا ين مكة او هيرون اي مدينة كدب نبي صلى الله عليه وسلم وحو روي اساقان مكة انو كتاقو او اذو مدينة ارين تاسن وحي مخلين خوريش ابا جهل رأي ايو كان اي وحو رهي نبي صلى الله عليه وسلم انتانان كتاقين مكة خورتا اون ديرينو عاوان انان اوغو تقنا غوريغيسا اسغو او غوغيش جيفو وا انا دلنا قف ولبا او قريشيد اي هل قبيل هكا سو بخو ما حيله هدا نبيغا انغا ان دلنو او بني هاشم نو امادان بني هاشم وحان سي هينا ديو ايان سي هينا دي دا سدي ديدون او ديدان ايغا حتى خورتا ايان و ديري هينا ما حيله قريشو دن اسك ما علي كران بني هاشم كديب نبيغا صلى الله عليه وسلم والو سو وحيوداي ما جبريل ايو امادي ارنتي ايو اشيغي انا اولا دلي رو كدب نبي صلى الله عليه وسلم وحو لتشتي علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب بحودها يا رسول الله اديق اسكا بح قوغو شادة اديق ايان جيفنا عابة اديق اسكا تك
هذه واحد دلائل أنا جه دلائل أديجا أيام كوبت بعدنا كتك نبي صلى الله عليه وسلم كبعدي هبين كاس فراش كيسة أما جوجو شيشة أما سرير كيسة ما جيفان وحد جيفت علي بن أبي طالب دتك خورش مكة إسوع قالن جوريجا نبي جم جيفة جوريجا بمن جوجو وحد جوجا علي بن أبي طالب كذب علي بن أبي طالب وكسر تجاي مكة وحو إماذي مدينة علي بن أبي طالب هبينك أي سوس فرايي ما لنتيني جذها هوستي سأيو جلايي وحكرو مناي قال هذا علي بن أبي طالب مركو إماذي مدينة وحو نكسر تجاي جوريجي كلثوم بن هدم الأنصاري علي وحو أها خفكي أو نفتي س كفرتا نبي صلى الله عليه وسلم وان خفكي وجهري نبي صلى الله عليه وسلم نفسدي س كفرتا قرتي أول جاري دجالكي وينا بدر أيوسيدو كلا علي كخيب خاتي نبي صلى الله عليه وسلم أسرع عمر الله دلية وحو كجري محد مودع عمره وحلق يابا إنه إلهي رير بدر دال عذي أو كجري فلا وحي أدونتان وان إذن دم بدافعي علي خيبون أيا كخاتي دجالكي أو بدر gaweeni ayaa ku geystay Cali wuxuuna joogay maqam la mahadsho wuxuu siday calankii muhaajiriinta oo la oran jiray al aqab ansartuna waxa calankooda u waday Saad bin Muad calanka guudna waxa loo dhiibay Mus'ab bin Umair Cali wuxuu ahaa mid kamid ah ragii maalintaas mubaarasada ka soo baxay dhanka muslimiinta Cali wuxuu ahaa ki ugu yaraa saddexdii nin dhanka muslimiinta ka soo baxay waxayna saddexdaasi kala ahaayeen علي يو أذركيس حمزة يو إن أذركيس عبيدة بن حارث وحا أهايين سدح ذوذبا هل قويس أو ولبا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أبحين سدح كالي أو إيادنا هل قويس أه وحينا كلا أهايين شيبة بن ربيعة عذبة بن ربيعة يو وليد بن عذبة بن ربيع علي بن أبي طالب دقالكي بدر وعبروين أيا كدغي علي وحو دقالكاس بدر كلايي إن بدن أو كميت أه قال ذي خريشيد وحانا كميت أها دتكي ميشاس كلايي دت أو بدن أو مقعودة هل كان لوسوكو بكيرين وحي أهايين وليد بن عدبة يو عدبة بن ربيع بن عبد الشمس العاس بن سعيد بن العاس بن أمية عقبة بن أبي معيد مذر بن حارث دعيمة بن عادي يعني دت أو فرب بدن أيا كلايي dagaalkii badar oo magacyahooda halkan aan lagu soo koobi karin nabiga sallallahu alayhi wasallam sanadkii labaad ee hijriga ayuu gabadhiisa fatima u guuriyay ali sanadkii saddexaad ee hijrigaani wuxuu ali ka qayb qaatay dagaalkii weynaa ee uhud wuxuuna hoggaaminayay ciidamada midigta calanka ciidanka asaga ayaa siday kadib markii la dilay mus'ab bin umair oo asaga horay ayuu u waday calanka dagaalka ayaa loo dhibay Cali bin Abi Talib radiyallahu anhu wuxuu kaloo ka qayb qaatay Cali dhammaan dhaqdhaqaaqyadii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam hoggaaminayay walaalahayga qisadii Cali bin Abi Talib halkaas ayaa noogu agyahay haddaan dhahno qisadii Cali bin Abi Talib waan sii wadeynaa ilaa uu wuxuu gaaraa afartan qaybood halkan lagu soo koobi karo Cali bin Abi Talibna wuxuu ahaa afartii khaliif ee ugu horeeyay Islaamka علي بن أبي طالب إسلامك وحوين أيا أسو خبتي أو هلكان لغسو كوبي كرين ولا لهيغا فيلم كان وحان إذي سو ترجمي أصلح أبا سافي وحان لغسو ترجمي استوديو صافي أو كيالة دالك تليانيك غار أهان مغالة با بعض با سيداس إيو نواد جيليو لايك شير كومنت